تحية للنوبة. اليوم نحتفي بمجلس إدارة كل الإنجازات، مجلس إدارة بن حسن مشاري. في بداية اليوم دعونا نقول شكرا، دعونا شكرا من لبى النداء، دعونا نقول شكرا للأحباب من القاهرة والإسكندرية والسويس والغردقة ودمياط، وبالآتي أصحاب الضيافة أصحاب الكرم أهل العلية الكرم الإسماعيلية، الأحباب الإسماعيلية. الإسماعيلية بلد كل شيء جميل، ودايما نقول عليهم هم أصحاب المتعة في كل شيء، بدأوها من الرياضة من مهد الكرة الجميلة والاستمتاع، وهو النادي الإسماعيلي. وتحية وتقدير للنادي الإسماعيلي ومجلس إدارته. المهندس رجب قال كلمة في البداية، بس الترحيب بالإخوة من كل مكان حابب يقول كلمة ليكم ويقول ما في رغبته من كلمات نسعد ونستعد بها جميعا مع كلمة الرمز النوبي الكبير داخل الجمهورية وليست الإسماعيلية، قائد النهضة داخل الإسماعيلية المهندس رجب بشير. أنا أشكره وأتمنى إن شاء الله يكون يقضي معانا وقت سعيد. طبعا أنا عايز أشكر شكر كبير جدا لمركز الطراز الجندي، لأنه طبعا أصحاب فضل علينا وهم الشكر الآخر لأعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اللي شرفونا المهندس سيد أسلان والدكتور إبراهيم فارس. تحية وتقدير مننا ومن كل أهل النوبة للنادي الإسماعيلي، وتحية كبيرة للإسماعيلية والإسماعيلي يا إخواننا. طبعا أنا مش هنسى كل إخواننا اللي جم من السويس، وطبعا أنا بهني الأستاذ أحمد النوبي فارس برئاسة النادي النوبي العام في السويس، وطبعا هو الراجل لولا ظروفه كان المفروض هيبقى موجود معانا، وفي ظروف حصلت وان شاء الله باذن الله هيجي في خلال ساعات ان شاء الله. انا طبعا مش عايز اطول عليكم، افتكرت كتير واتمنى انك انتم تسعدوا بيها وتقضوا يوم جميل. واحنا طبعا يعني الواحد بيشكر كل واحد قدم تعب وجاه واجتهد عشان خاطر يجي يتمنى التهنئه، فانا بشكره شكرا جزيلا، واتمنى ان شاء الله باذن الله احنا نقضي وقت جميل مع